يمر النظام الدولي بفترة مفصلية أشبه ما تكون بالمرحلة الانتقالية نتيجة عدد من المتغيرات العالمية، على رأسها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والانسداد في كثير من الملفات الدولية وتراجع النظام الاقتصادي العالمي، الأمر الذي يجعل العالم في ترقب لمآلات هذه الأحداث وانعكاساتها على مستقبل النظام الدولي، بحيث قد تؤدي إلى تغير شكله الحالي من الواحدية إلى شكل آخر يقترب من التعددية. في ظل هذه التغيرات تبقى دول الخليج في حالة من الترقب والاستعداد لنتائج هذه الأحداث، مع الموازنة في خيارات التعامل بين النظام الدولي الحالي والقوى الصاعدة. أما عن مؤشرات التغير العالمي، فالولايات المتحدة بين التشتت الخارجي والضعف الداخلي. منذ تفكك الاتحاد السوفيتي أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية القطب الأول في العالم، وبات العالم خاضعا للهيمنة الأمريكية، ولاسيما منطقة الخليج باعتبارها أكبر منتج للنفط. لكن وبعد تخفيض الحضور العسكري الأمريكي في المنطقة، شعرت دول الخليج بأن هذا قد يعد تخليا عن التعهدات الأمريكية تجاه أمن حلفائها. رافق ذلك توجه الولايات المتحدة الأمريكية نحو الشرق للتخوف من تنامي المشروع الصيني كقوة دولية منافسة، ودعم أوكرانيا في الحرب مع روسيا. وقد كان من المفترض أن تعيد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسعودية في مايو 2022 ترتيب ملف العلاقات الخليجية الأمريكية، لكن يبدو أن ثمة تشتتا ملحوظا في الأولويات السياسية للولايات المتحدة. يرافق هذا التشتت الخارجي تراجع سمعة أمريكا الأخلاقية بفعل سياستها المتخبطة في ملفات الحرب على الإرهاب وغزو أفغانستان والعراق، وعملياتها العسكرية في اليمن وباكستان والصومال، وفضائح سجون أبو غريب وغوانتانامو، مما انعكس سلبا على سمعة أمريكا الداخلية والخارجية. هذا بالإضافة إلى الضعف الاقتصادي الذي تمر به، إذ تستمر حصيلة البنوك الأمريكية المنهارة لتعادل 3 بنوك في أقل من شهرين، بالإضافة إلى الحديث عن أزمة بنكية قد تصيب الاقتصاد الأمريكي بالركود في العام الحالي، مع ارتفاع مستوى التضخم والدين العام ونسب البطالة. هذا التشتت والضعف للقوة العالمية الأولى في العالم قد ينذر بحالة من التغير في ملامح النظام الدولي. وفي ظل الحديث عن مؤشرات التغير العالمي، فلا يغيب عن الساسة توسع منظمة شنغهاي وتحالف البريكس. تسعى منظمة شنغهاي للتعاون منذ تأسيسها في يونيو 2001 إلى دعم تعددية النظام الدولي، وينظر إليها الغرب بمثابة حلف دولي جديد في مواجهة حلف شمال الأطلسي الناتو. وتعد المنظمة أضخم تحالف سياسي في العالم، إذ يشكل أعضاؤها ما يقرب من نصف العالم، خصوصا بعد انضمام السعودية وإيران إليها. وهذا التوجه يوضح الرغبة الصينية والروسية في توسيع أشكال التحالفات السياسية أملا في تكوين فواعل دولية جديدة. كما تدير الصين مجموعة بريكس، وهي تضم 5 اقتصادات ناشئة، وهي الصين وروسيا والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا. وتدرس الصين انضمام السعودية وإيران والجزائر والإمارات والبحرين، لتكون بذلك منافسا لمجموعة الدول 7 التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، وتضم بريطانيا وفرنسا وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان. بناء عليه، من المتوقع تراجع الكتلة التي تقودها أمريكا بحلول عام 2028، وأن تشكل مجموعة 27% من الاقتصاد العالمي، فيما ستشكل بريكس 35%. ويبدو أن كثيرا من الدول ترى في هذا الشكل الاقتصادي متنفسا لها بعد عجز النموذج الغربي عن تقديم حل للمشكلات الاقتصادية العالمية، وإجبار الدول على تبني نموذج واحد للتنمية والسياسة المالية.
وهذا التنامي الصيني والروسي في توسيع التحالفات السياسية والاقتصادية بالتزامن مع التراجع الغربي من المتوقع أن يكون له أثره المباشر على شكل النظام العالمي الجديد. فمن خلال تنامي هذه المنظمات يتراكم وعي عالمي مغاير للشكل الحالي للنظام الدولي، إضافة إلى تنامي الحضور الصيني في المنطقة. فتتنوع المشاريع الصينية في المنطقة ما بين مشاريع اقتصادية وثقافية وبوادر مشاريع سياسية وأمنية تسعى من خلالها الصين لتحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في الحد من الاحتكار الأمريكي للمنطقة وموازنة الحضور الغربي وإيصال رسائل ناعمة للتشكيك في جدية الموقف الغربي وتحميله بطريقة غير مباشرة مسؤولية الأزمات التي تعيشها المنطقة، وتسويق الصين بأنها تسعى لتعزيز السلام العالمي. وعلى المستوى الإقليمي تهدف الصين إلى الاستفادة من الأهمية الاقتصادية والسياسية للمملكة العربية السعودية ولدول الخليج ومحاولة كسب ثقة الأطراف الإقليمية المتناقضة سعيا لتبني مواقف سياسية لتسوية أزمات المنطقة. بناء على ذلك نجحت الصين في كسب رضا بعض المشاريع الإقليمية خصوصا المتصارعة كالمملكة العربية السعودية وجمهورية إيران، ورعت الاتفاق الموقع بين الدولتين في 6 نيسان 2023. ويعد هذا الاتفاق بمنزلة الإعلان الأول للحضور الصيني الأمني في الشرق الأوسط، وهو أول تدخل منفرد لترتيب ملفات المنطقة من قبل قوة كبرى غير الولايات المتحدة الأمريكية منذ انتهاء الحرب الباردة في عام 1990. كما يعد تجاوزا صينيا للملفات الاقتصادية إلى الملف الأمني الذي كان مسؤولية أمريكية حصرية. ويأتي هذا الاتفاق أيضا في إطار تفعيل مبادرة الأمن الدولي التي أطلقتها الصين ورغبتها في المحافظة على المصالح الصينية مع القوى النفطية في المنطقة. ويبدو أن بكين حريصة على تسويق الدبلوماسية الصينية بأنها تعتمد الأدوات الأكثر استقرارا مقارنة بالدور الأمريكي الذي تصفه بالعسكري، وهذا الأمر سيتيح للصين حضورا سياسيا في النظام الدولي القادم. ومما لا شك فيه أن مؤشرات التغير العالمي أصبحت واضحة وأثرها على النظام الدولي سيكون كبيرا، ولا يغيب عن أحد أهمية الخليج والمملكة العربية السعودية في النظام الدولي. فهل حان الوقت الذي تقول فيه السعودية والخليج للولايات المتحدة الأمريكية كفى وبالصوت العالي؟